بالنسبه للموظفين اللي ما مشمولين بهذه المنحه. اي يعني انا رشيد مصطفى الكاظمي باسم حضرتكم. اي نعم. من قلب محروق، يعني محروق مو هيك. نعم. بالنسبه للموظفين، انا معلق بنتي 14 سنه ببغداد. نعم. راتبي 700. نعم. عندي ابني مصاب بالسكر، عمره 11 سنه. مشافى ان شاء الله، نعم. الله يسلمك. وايجاري 500,000 دينار. نعم نعم. زين انا الراتب 700، طبعا زوجي ايضا موظف وايضا راتبه 750. اي نعم. يعني انا هذا المعلم اللي حتى صوتي انا اعاني من غده. وعلاج، يعني راتب لا ابني علاجه يعني هبرني هبر، وانت تعرفون علاج الانسانيين هو طبعا هو 11 سنه عمره والمعاناه. حق لا ابني قطعه ارض مشمونين. انا واقول اني اختي لو 50 متر بالبغداد احمد الله واشكره، ولا ادفع 500,000 من راتبي. يعني ده اعاني، يعني هاي ال 100,000 ان شاء الله ان شاء الله احنا اصلا مشمولين بها ال 100,000. صح. انتوا اللي راتبه فوق ال 500,000 توصلون صوت، تؤمرين امر ام محمد، تؤمرين امر، واني في حال انه صارت. يعني المعلم مو يقدي، المعلم ويعني ما اعرف شو اقول. فاهمك ام محمد، ما يكون خاطر يعني ما معقول اني هذه المناشده اعتبريها ان شاء الله واصله طول حياتنا. ان شاء الله هذه المناشده اعتبريها انسمعت ووصلت.